إطار الاستجابة لمخطط التصدي لمخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت شركة نقل الشقوري للنقل العمومي حزمة من التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المرتفقين والمستخدمين في ظل تفشي جائحة كوفيد-19. مسؤولي الشركة أكدوا أن هذه الإجراءات تتمثل في عمليات تعقيم شاملة للحافلات داخل مرأب الشركة، كما ستعمل ومع استئناف الحافلات لتنقلها بين المدن على عمليات تطهير يومية على مستوى مختلف محطات المدن التي ستتنقل إليها الحافلات، الأمر الذي سيمكن المسافرين من استخدامها بكل أمان، إضافة إلى تزويد الحافلات بالسوائل المعقمة واحترام عدد الركاب المنقولين بالاتفاق مع السلطات الوصية لتفادي الاكتظاظ. كما بادرت الشركة الفاعلة في مجال النقل العمومي على مستوى المغرب إلى تخصيص فريق لتقديم نصائح كالحفاظ على مسافة الأمان بين الركاب واحترام عدد المقاعد وتعقيم الأيدي، إضافة إلى مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة للمرتفقين للتصدي لمخاطر انتشار الوباء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.